والمؤتمرون من فضلكم. كان لدينا أربع مرشحين لمنصب الأمين العام. كان المؤتمرون مرشحون صباح المجرودة في حسان عبيدة والسيدي السعيدي. والآن لقد تنازل عن الترشيح كل من سيد حسان عبيدة و وبالمقابل الإخوان الله يرضي عليكم. بالمقابل الله يرضي عليكم. بالمقابل الإخوان الآن انطلاقا من هذه المسؤولية لأنني رئيس المؤتمر أعلن استقالتي من الاتحاد الدستوري وبصفتي النهائية ماشي المكتب السياسي من الحزب ككل وبصفتي النهائية. أشكركم.